ننتقل الآن إلى الانكم ستيتمنت. تؤثر التعديلات على الوركين كابيتال على البالانس شيت، فإن التغييرات التي أجريناها على اتجاهات السيلز والكوجز بالإضافة إلى التأثيرات ستتدفق أوتوماتيكياً إلى الانكم ستيتمنت. من المهم أيضاً الانكم ستيت والبالانس شيت والكاش فلو يظهر وجهات النظر السائدة بين الأكتشوال والفوركاستس. يتم الستاندرد كونفيجريشن للكاش فلو بطريقة غير مباشرة. لاحظ العرض بين الأكتشوالز والفوركاستس. لنختتم بالداشبورد والتمبلتس لإعداد الريبورتس والأناليتكس. تسلط الداشبوردز الضوء على المقاييس المهمة والسماح لليوزرز بالبحث في الفيجوال. يمكننا الاستمرار في البحث في الهيراركي تجاه صافي الدخل لدينا. لننتقل إلى داشبورد أخرى ونضبط العرض كما يفعل اليوزر. في الداشبورد يظهر الجراف إجمالي السيلز حسب الكاستمر ترند. أرى أن الكاستمرز مقسمون إلى المؤسسات، الأسواق المتوسطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة. قد أرغب في البحث عن تفاصيل حول عملاء مؤسستي، فمن الواضح أن الشكل الناتج ليس الأمثل. في هذه الحالة سأغير طريقة العرض إلى لاين جراف، مما يسمح لي بتحليل التراجكتوري وأداء أهم حساباتي بشكل أفضل. لننهي مراجعة الفاريانس ريبورتينج تمبلتس. كما ترى هناك مجموعة منهم تشتمل على إضاءة حركة المرور مقابل التفاوتات، بالإضافة إلى الفلكسبل كومنتري. على عكس العديد من الفندرز، تعمل الكومنتري فيلدز مثل أي سيل كما أنها قابلة للتنقل داخل الداتابيس. تعتمد الفاريانس تمبلتس على تغيرات، مما يسمح بالتحديث السهل. ستلاحظ أن الفاريبلز متسقة عبر تمبلتس متعددة، وعندما تتغير الفاريبلز فتحدث ما يراه المشاهدون في التمبلتس أو الداشبوردز. شكراً لمشاهدة هذا العرض التوضيحي. إذا كانت لديك أي أسئلة فيرجى التواصل مع أزدان Oracle NetSuite Solution Provider.